لو الحكاية فيها إن فيديو. إبراهيم محمد، محافظة جنوب سيناء، صف الرابع الفندقية المتقدمة بإدارة التور. أنا فزت الحمد لله على مستوى الجمهورية، عضو مكتب تنفيذي على مدارس الجمهورية. أول مرة المناطق النائية طبعا تشترك في تكون عضو من 27 عضو على مستوى الجمهورية. وأكتر حاجة ساعدتني إن اللي خدتها تعليم فني، على الأقل أغير وجهة نظر المجتمع كله في التعليم الفني. وأنا سعيدة جدا إن المدرسة حطت فيها ثقة كبيرة جدا. أول حاجة عملنا انتخابات داخل المدرسة للمكتب التنفيذي، الحمد لله فزت، خدتها على مستوى المحافظة علشان أقدر أخدها على مستوى الجمهورية. رحت هناك طبعا خدتها على مستوى الجمهورية، وأنا بوعد زمايلي إن أنا أدي الثقة دي بإذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخصائية اجتماعية سوزان فارس وهبة، أخصائية اجتماعية بمدرسة الفندقية الثانوية المتقدمة بتور سيناء. طبعا المدرسة بتسعد بتشريف بنتنا وفوزها، بنتنا الطالبة آلاء خالد إبراهيم، فوزها بالمركز اللجنة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ودي حاجة طبعا مشرفة جدا ليها نفسها وللمدرسة ولجنوب سيناء كلها، لأن آلاء من الطالبات المتفوقات والمحترمات جدا، تفوق المستوى الأدبي والعلمي، وبتشارك في كل الأنشطة بصراحة. شكرا.